ورجعنا للخلاف والصراع بيني وبين إلي. حاسه بتعرف شو حاسه اللي بيني وبينك؟ انه انت بتحكي دائما بيقولوا قلب الاب بيكون شوي اجمد من قلب الام، او باله بيكون أجمد. بيرتاح اكثر من الام. مش عمليه اجمد، في عمر معين نحن بنضل نتدخل بشؤون اولادنا او بقراراتهم او بافكارهم، يمكن لعمر معين من بعدها لازم هن ينطلقوا، هن لازم يكونوا مسؤولين، هن لازم يتكلوا على نفسهم. وهذا الشيء موجود، ما لازم تضلك انت ورا 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 للولد او للبنت. يعني انا معك. هيدا المنطق اللي عم بحكي فيه انا. وهذا الشيء موجود، انت قلتي لي انا لحد ما يتجوز انا بدي ضلني من بارك بعايرني فيها. لا 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 لا، خلص تجوز هلا، صار هو حر. بس يا سيدي قلت لك بس يتجوز يعني ما بتدخل. بس انا لو تجوز شفت ابني بضيقه، لو ابني متجوز او بنتي متجوزه وشفتها بضيقه، إذا احتاجك بيجي لعندك بيقول لك أنا بحاجة لإلك. قلبي بيحسني بقول له، طب قول له شو بدك، ما بدي أعرف التفاصيل، بس تعال ساعدك. ما مش طالب مساعدتك. لما الولد ما بيطلب مساعدتك ما تروح تعرضي حالك. لن أعيش في جلبابي أبدا. بيقول الشاعر والفيلسوف جبران خليل جبران: أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة. افهمي هالعبارة منيح. أنا لما بتدخل هاي العبارة ما إلها علاقة إنه أنا ما ضلني مراعية ابني عمري كله. أنا من يوم ما جبت هذا الولد على هالدنيا هو مسؤوليتي. إلى حتى حد ما إلى حد. أنا ما عم قلك بدي أقعد عنده بالبيت، أنا ما عم قلك بدي أتدخل بينه وبين مرته، أنا عم قلك بده يضل بالي عنده. أنا ما عم قلك إنه بدي ابني يخدمني ولا بدي ابني يلبي لي كل طلباتي. أغلب مشاكل الأهل عم تصير من ورا هيك. شو طبخت لك يا ابني مرتك اليوم؟ هلا هذا حكي حموات وكناين. هذا ما بتعرف تعمل لها الأكلة؟ هاي حموات وكناين، انسالي إياها. أنا عم بحكي لك عن انسى الزواج، أنا عم بحكي عن قراراته بالحياة. أنا بدي يكون متابعته، أنا ما عم قلك بدي أتدخل لا بالفرع اللي بده يدرسه ولا بدي أتدخل، أنا بس بدي يكون دايما مطمنة عليه. مطمنة عليه هو أكيد أنت عارفة شو ربيتي وعارفة أنه يا إلي إحنا مش ملايكة على الأرض. هيدا الولد انبنى على أساس متين، مثل ما تربى عند أهله رح يضل ماشي أكيد على نفس المسيرة. البيت والتربية بترد. بس يا إلي برجع بقلك مرة تانية، إحنا مش ملائكة، البشر خطائين، ممكن ابني يغلط حتى لو ربيان ببيت. لا بس في غلطات بتودي بحياته. حبيبة قلبي بدي يكتشف فهمك. بس باللازم منه بدي فهمك شغلة. ايه فهمني. أولادك هلأ عم بدبدبوا بيلقطوا شغلة بحطوها بتمون ما بيعرفوا شو هي. ايه؟ بس هو هذا من نوع من الاكتشاف. اوكي بدي يعرف هاي بتتاكل هاي ما بتتاكل. رح جاوبك. بس انا مهمتي اذا ابني حبي ولا زحف على شيء ممكن يحطه بتمه ويختنق ولا سمح الله يصير له شيء، هاي مسؤوليتي لانه عزيز. انا لازم ارعاه. يعني انت هون عم تراقبيه للولد. عرفتي شو عم تقولي له؟ هيدي لا، هيدي ما بيسوى تكلها، هيدي بيسوى تكلها، هيدي يعني اليوم حلو كتير. انت لما تكوني من الاساس انت ربيتي هالولد على الشيء الصح رح يضل ماشي بالشيء الصح، ما رح يتغير. لا بيمكن يتغير لانه البشر، الانسان بيتغير، البشر خطائين. بجوز ابني يوما من الايام يدمن مخدرات. هتلحقوا اذا بتلحقوا اذا انا ما كنت تريانه بسمع من الاخبار ولا من الفيسبوك. اوكي بس هذا الشيء بدك تكتشفيه انت. هلأ كل ولد مدمن أو كل ولد عمل جريمة أو كل ولد عمل مصيبة بحياته، سرق أو احتال أو نصب، معناتها أهله ما عرفوا يربوه؟ لا مش قصة ما عرفوا يربوه، لا ربوه، بس الإنسان خطاء. راح لطريق الانحراف. راح لطريق الخطيئة. انجرف ورا التيار. بيكون هو إنسان عمل غلطة، إنسان عنيد. بيكون هو إنسان عنيد. أنت إذا الولد عنيد يعني شو فيك تربي فيه؟ خبريني. شو فيني ربي فيه؟ فيني لحقه، فيني لحقه قبل ما يوقع الفاس بالراس. أنا لما اليوم بنتي عندي ثقة فيها وعندي 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 حبت بني آدم، وهذا البني آدم ما حكت لي عنه، ولكن هذا البني آدم الأم بتعرف، الأم بتحس، هذا البني آدم طلع مش إنسان صح وبده يغدر ببنتي أو بده يعمل إشي ببنتي ما بلحقها. بدي أقول لك شغلة، قدي كانوا يوصونا أهلنا، خاصة نحن لما نشتري السيارة بعمر صغير، يعني بعمر 18 لا تسرع، 19 و20، أول كلمة شو كانوا يقولوا لنا إياها؟ لا تسرع. لا تسرع. كم من أم فقدت ابنها؟ كنا نسمع الكلمة؟ طيب ما كنا نسمع الكلمة، بس كم من أم فقدت ابنها بسبب سرعة؟ ما اختلفنا. شو صار؟ شو فادتها الحرية؟ ولكن يعني بالمنطق أنه الولد لما بده يعمل شغلة براسه بده يعملها،
مهما رقبتيه ومهما مهما نبهتيه ومهما نصحتيه بده يعمل اللي براسه بده يعمله. بس لما بغير طريقتي كل مره بالنصيحه وبالاسلوب بلاقي هي ما مشيت معه بمشي بهي، هي ما مشيت معه بمشي بهديك، الا ما ابني بالنهايه يرد علي. غيري اسلوبك بالنصيحه بس مستحيل اني اتركه وسلمه هيك للحياه.